والدور كان مقطوع. دابا كان مقطوع الجرس ما صوناش، دخل عندنا واحد من دوك الرجال اللي مكلفين قال لنا مع الثمانية يبدا هادشي، او بدينا عادي. لا كاين الضو زعما راه عادي، كاين الشمس، الشمس راه كاينه، غير زعما ما صوناش الجراج. الجراج راه جا واحد السيد قال لنا مع الثمانية غيبداو صافي. انا فقت الصباح باغي نفطر، شحال الطول لقيتهم لقيتو طافي ياك، باغي نصيفط للدري ميساج باش يجي يمشي انا وياه، لقيت الويفي تا هو طافي، ما فهمتش والو، غادي في الظلام مشاكل معاه. ديت المدرسه كاين الضو ديال الله، لا ما صوناش الجراج، بدينا روطار شي 10 دقائق ديال الروطه. عاد قالوا لنا بداو مشيح، الضو كمل عليه شي حال. البارح كان صعيب، ولكن انا جاني الساعه ما نكذبوش كان ساهل، ولكن الماتش والفيزيك، الماتش والفيزيك كان صعيب بزاف. حيدو الريزو، حنا ما مكيش ما والو يعني، ما واخا يديروا الريزو ما يديروش، عندي ماشي مشكل، داكشي بالقدرات ديالي، داكشي اللي فراسي غنحطو، الا كانت شي نقله خفيفه راه غادي الشيء اللي كاين. لا ما مكيش والو، لا والو، لا اليوم لا قطعوا لنا الضو اليوم، اللي غيكيتو ما داروا والو، والله ما داروا حاجه بالله. ترى ما كاينش الريزو، والله ما كاين الريزو بالله، والله يدير الشاوي ديال الخير. ما صوناتش، حيت ملي كتبغي تبدا الامتحان حتى كتصوني، ما صوناتش اليوم، مع الثمانية قال لهم بداو صافي. لا صافي، حطونا امتحان خدمناه بخير، كلشي داز مزيان، والحمد لله وهادشي.